النادي الاهلي في مباراه اليوم. مي غزال، برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. يعني ما شاء الله شفنا منك اداء قوي انت وكل لاعبات النادي الاهلي، عايزه ابارك لك. شايفه المباراه النهارده ازاي وشايفه الفوز النهارده ازاي؟ صراحه احنا الفرقه كلها بالجهاز بكلنا، احنا تعبنا قوي عشان اللحظه دي. احنا طول السيزون بنتمرن عشان الماتش ده، احنا بقالنا حبه قوي، احنا يعني شبه ملناش حياه تانية غير الفولي. احنا ما بنروحش البيت، يعني احنا بقالنا كتير قوي في المعسكر، وبجد ربنا ما بيضيعش تعب حد. فانا حاسه ان احنا تعبنا جامد بصراحه، وبتعليمات كابتن ابراهيم بصراحه الحمد لله ربنا قدرنا وكسبنا. يمكن طبعا شفنا مباراة قوية جمعت ما بين الفرقتين، يمكن نادي الزمالك برضو أدوا أداء قوي جدا، كذلك النادي الأهلي. مباراة ديربي، يعني شفنا يمكن كنا كلنا متوقعين طبعا هتروح لخمس أشواط، ولكن قدرتوا في الآخر إن أنتوا اللي يبقى ليكوا الكلمة وأنتوا اللي تفوزوا في آخر شوط. صراحة دي أول مرة إن احنا نلعب الزمالك ما يبقاش عندنا فرصة تانية إن احنا نعوض زي الدوري في البلاي أوفس. النهاردة يعني يا كنا هنكسب يا هنخسر، فاحنا بجد ربنا وفقنا، وقليل قوي لما بنطلع مع الزمالك 3-2، بس احنا كنا جاهزين بدنيا ان احنا نقدر نلعب خمس اشواط. الحمد لله يعني ربنا اكبر. ميسي يا غزال، ببارك لك تاني ومبروك، يلا بقى عشان تستلمي الميداليات. كده طبعا زميلتي مريم، كان لقائنا مع واحده من نجوم النادي الاهلي مي غزال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا سلاح.